المصريين في إيطاليا ينادوكم حضن، لا بوس، لا سلام، لا بلاش تجمع، أبوس إيديك واغسلوا إيديكم. قهوة إيه اللي عايز تنزل وتقعد فيها؟ هتجيب عليها واطيها. خاف على أهلك يهلكوا وتهلك. اللهم اكفينا شر البلاء واحفظ مصر من الوباء. تحيا مصر. الناس اللي بينزلوا يجيبوا قوت يومهم يا جماعة، خلي بالهم من نفسهم، خلي بالكم من نفسكم وانتوا نازلين وانتوا راجعين البيت. وانتوا راجعين البيت حاول تحصن نفسك وتعمل الوقاية اللازمة عشان أهل بيتك وأسرتك. دكاترة مصر وممرضيها الأيام الجاية احتمال توصلوا شغل ليل مع نهار. انتوا خط دفاعنا الأول، ربنا يحميكم. تحيا مصر. بوجه رسالة لكل مصر، لكل اللي شغالين في المجال اللي أنا شغالة فيه، في المستشفيات، في دار مسنين، في أي مكان. حافظوا على نفسكم عشان تحافظوا على بيتكم، عشان تحافظوا على جيرانكم، عشان تحافظوا على أهلكم، عشان ما تعدوش حد، عشان الفيروس ما يجيش لحد عندكم. محدش عارف إيه اللي بيحصل هنا في إيطاليا. الحالات كترت قوي وإحنا بنحاول على قد ما نقدر. أنا واحدة من الناس ما قدرتش أخليه في بيتي عشان خفت على أولادي. أنا عندي أولادي في البيت بس بحافظ على نفسي في شغلي، وما قدرتش أسيب الشغل لأن البلد بيديتني من خلالها كتير، لازم أقف جنبها في أزمتها. يا رب الخير لمصر ويحفظ مصر وأهل مصر وشعب مصر. بنقول الراجل ما يقعدش في البيت، الراجل ينزل يشتغل، لكن في الخطر اللي احنا فيه ده الراجل بجد اللي يقعد في البيت. لو خايف على أهل بيتك خليك في بيتك. مساء الفل والجمال من ايطاليا بلدنا التاني لمصر امنا الغاليه. لو انت بتحب مصر وبتحب اهلك وعيلتك واصحابك وحبايبك خليك قد المسؤوليه وخليك في البيت. بنحبك يا مصر. لو بتحب نفسك وبتحب اسرتك وبتحب بلدك اقعد في بيتك، تسلم وتسلم اسرتك. ممكن تكون شاب ومناعتك كويسه وتاخد الفيروس وتعدي منه وتطلع منه على خير، لكن اهل بيتك لا، والدك والدتك، الناس اللي مناعتهم ضعيفه، خاف عليهم بانك تلتزم البيت وبانك ما تنزلش. خاف عليهم لانهم يستاهلوا ان انت تحافظ عليهم. انا مصريه وعايشه في ايطاليا وبقول لك ما تغلطش غلطتك، اقعد في بيتك عشان مصلحتك ومصلحه بلدك ومصلحه ولادك. ساعد غيرك اللي ما يقدرش، اكفي العيله وانت في مكانك، كده يبقى قدمت الخير. بلدنا بلد الخير واحنا في شهور الخير. بكره فكرك ومصر كلها هترجع بخير. لازم نيجي على نفسنا ونستحمل ونكون قد القوانين اللي اتحطت لنا. انا جوزي قاعد في ايطاليا ومرضيش ينزل علشان عمل بحديث الرسول عليه الصلاه والسلام، وان شاء الله ازمه وهتعدي، وده وعد ربنا لينا. ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر. خليك في بيتك ارجوك، صدقني مش هتموت من الجوع، بس هتموت فعلا لما تشوف عزيز على قلبك او غالي على قلبك مش قادر حتى تلمسه. خليك في بيتك. خطورة فيروس كورونا هي سرعة انتقال المرض. المرض ممكن تتنقل من شخص عنده أعراض وبرضه ممكن يتنقل من شخص ما عندوش أي نوع من أنواع الأعراض. عشان كده الحاجة الوحيدة اللي ممكن نعملها إننا نقعد في البيت ونتجنب أي نوع من أنواع الاختلاط، وربنا يستر. ممرضة هنا في الصليب الأحمر في إيطاليا، ورسالتي لكل ممرضة موجودة في مصر، إحنا جند من جنود الله في أرضه، وبإذن الله بقوتنا وعزيمتنا وإرادتنا هنقضي على هذا الفيروس في أقرب وقت ممكن. ان احنا يا جماعه كده كده بننزل الشغل بالعافيه وبصعوبه وبخير، فاحنا ربنا بعت لنا اسبوعين اجازه، فاحنا نستغلهم في الفتره دي ان احنا نقعد مع زوجاتنا واولادنا ونلعب معاهم، لان هم اصلا في فتره الشغل بيبقى بعيد عنهم، فدي فرصه كويسه. وشكرا. لو الظروف حكمت انك تنزلي من بيتك تشتري طلباتك، اسالي جيرانك لو محتاجين حاجه عشان ما تنزلوش كلكم في نفس الوقت، تبقي انت كده ساعدتيهم وحميتيهم من العدوى. لازم نساعد بعض عشان نعدي الأزمة. اقعدوا في البيت، بره في كورونا فيروس، بكورونا يابا يابا كورونا. احنا مصريين في ايطاليا، قعدة البيت مملة بس لازم نقعد. لو انتوا عايزين جداد زينا هيعملوا ايه؟ اقعدوا كلوا مع بعض، هزروا مع بعض، اعملوا كل حاجة حلوة مع بعض، اطلعوا بلكونة اشربوا حاجة مع بعض، اتخانقوا مع بعض، اطبخوا مع بعض. لو بتحبوا اهاليكم بتحبوا ولادكم بتحبوا ولادكم عايزين تحافظوا عليها خليكوا في البيت. خليكوا في البيت. ها خليكوا في البيت، ما تخرجوش. انا حاسه بيك بس هقول لك الزم بيتك. عارفه انك عايز تنزل تشتغل علشان تكفي قوتك وقوت ولادك، بس صدقني لو نزلت ممكن ما تقدرش ترجع لهم تاني، ممكن ترجع لهم وتاذيهم. انت دلوقتي مهمتك انك تقعد في بيتك، الزم بيتك علشان الحياة ترجع بسرعة ونرجع تاني نخرج ونمارس حياتنا.
واحد بيمرض يعني معناها 10 20 30 عمارة بحالها، شارع بحاله. الله يخليكم، شوية انتظروا شوية، اسبوعين اتنين بس، تقعدوا في البيت، ما تخرجوش، ما تخلطوش حد. الاسبوعين دولت هيتكرر فيهم مصير شارع بحاله. ربنا يحرسكم وينجيكم وما نشوفش فيكم حاجة وحشة يا رب. انا واصحابي هنا في ايطاليا بقالنا شهرين قاعدين في البيت ومبسوطين جدا عشان عارفين ان ده لحمايه اهلنا ولحمايه نفسنا. انتوا كمان في مصر اعملوا كده، ياريت تفهموا صعوبه الموضوع. لازم تلتزم، خليك قد المسؤوليه، خليك في بيتك عشان صحتك وعشان ولادك واهلك وبلدك. خليك في بيتك. تحيا مصر. احنا في ايطاليا قاعدين في البيت بقالنا شهر، ملتزمين بالحجر الصحي علشان خايفين على عيلتنا وخايفين على اهلنا. انا عن نفسي ما شفتش والدتي بقالي شهر، مع انها عايشه في نفس المدينه اللي انا عايشه فيها، بس عشان انا خايفه عليها ما بروحش ازورهم وبقعد في البيت. من ضمن مسؤولياتك صحه ولادك وعيلتك، امانه هتسيل عليهم يوم القيامه. حافظ على بيتك وحافظ على ولادك، وما فيش احسن من اللمه الحلوه واحنا كلنا مع بعض. خليكم في البيت. لو خايف على نفسك خليك في البيت، لو خايف على اهلك خليك في البيت. لازم نكون كلنا قد المسؤوليه ونخلينا في البيت. وانت كمان يا اياد تخليك في البيت. خليك في بيتك، واللي هيخرج يخرج بكمامة او بجوانتي. لازم نغسل ايدينا على طول بالصابون والمية والصابون. نخرج بس بشوز واحدة هي اللي تستنى برا على الباب، واحد بس اللي يخرج يقضي طلباتنا. الزموا البيت يا جماعة، بالله عليكم الزموا البيت. رسالة من ايطاليا. مش عشانك بس، علشان اهلك وبلدك، خليك في بيتك. انتوا تبقوا حالكم احسن من حالنا هنا في ايطاليا، ورجاء كل الناس اللي قادرة تقعد في بيوتها تقعد في بيوتها، بس تكفل أي أسرة مش قادرة تقعد في البيت. لو كل واحد فينا، أنا أنتو وجارنا، كفلوا أسرة واحدة بس، الناس اللي مش قادرين يقعدوا في البيت، الناس اللي بيشتغلوا باليومية، الناس اللي رزقهم مقدر بالساعة وباليوم، ياريت تساعدوهم، ياريت تساعدوهم يقعدوا في بيوتهم عشان سلامتكم أنتو. هم يومين بالطول ولا بالعرض، ويا دخلنا التاريخ يا خرجنا من الجغرافيا. خليك في بيتك، احمي بلدك واهل بيتك. اول مرة دور البطولة يبقى انك تأنتخ. انا عن نفسي مش هفوت الفرصة، وانت كمان ما تفوتهاش. انتختك امانة. تحيا مصر. اجي اعمل هنا ايدي صبعي بيجي في النص. فرصة تاني. يلا تاني بقى. تشيركيامو توتي ايبه. اونو دو تري اكشن. ايو رس. اونو. رس ايه. لا لا خلي. وان اكشن. ايو رس هذا. حتة الفيديوهات ماشي؟ Io resto a casa, voi restate a casa, cerchiamo di stare tutti a casa. Forza Italia. لا دي وحشة دي وحشة. عمر بيضحكني. كنت هموت على نفسي من الضحك. مريم فورتين؟ اه هي السمرة دي. اه يلا. عمر عمال يضحكني. اكشن. Io resto a casa. تاني. Io sto a casa. بص احنا ماشي خلاص. حاضر. تاني. Cerchiamo di stare. Io resto a casa, voi restate. لا استنى اتعكس. بابا 3 2 1 اكشن. Io resto a casa. خلاص يلا تاني. 1 2 3 اكشن. بابا cerchiamo di stare. هو مش عامل معايا انا ماليش دعوه. مش ماذا شركه يا بابا لا عمال يفتي على كازا. cerchiamo di stare tutti. انا في الحته دي مش عارف ليه بقى. بابا Io resto a casa, voi restate a casa,
Cerchiamo di stare tutti a casa. Forza Italia! Lesson tool 1, 2, 3, action. ماشي؟ 1, 2, 3, action. لو خايف على نفسك خليك في البيت، لو خايف على أهلك خليك في البيت، لازم نكون كلنا قد المسؤولية ونخلينا في البيت. فرصة إيطاليا؟ فرصة إيطاليا؟ فرصة إيطاليا. فرصة إيطاليا. كده؟ كده؟ فرصة إيطاليا. فرصة إيطاليا. ماشي. أكشن. لو خايف على نفسك خليك في البيت، لو خايف لو خايف على نفسك خليك في البيت، لو خايف على أهلك خليك في البيت، لازم نكون كلنا قد المسؤولية ونخلينا في البيت. فرصة إيطاليا. لو خايف على نفسك خليك في البيت، لو خايف على أهلك خليك في البيت، لازم نكون كلنا قد المسؤولية ونخلينا في البيت. وانت كمان يا إياد تخليك في البيت.